مساء الفل، اخباركم ايه؟ هنراجع كده لو عندي عملية تسعير ازاي ابدأ فيها خطوة بخطوة مع بعض. انا عندي دي المقايسة بتاعت الاعمال، خليني الاول اجهز المقايسة واظبطها واعمل لها شيتات الدراسة واقف على عروض الاسعار. هنا رقم البند، هنا بيان الاعمال، الوحدة الكمية، الفئة بالجنيه اللي هو هيبقى سعر البند، والجملة اللي هو سعر البند في الكمية. ابدا اقسم البنود الاساسيه بتاعتي، وانا عندي هنا اي تو اس ولوحات، يبقى ده بند اساسي رقم واحد اللوحات. واللوحات بقى مكتوب ان هي فيها توريد وتركيب، وتحت منها شويه بنود لوحات بتوصل لحد، خليك معايا كده، لحد تقريبا 47 لوحه. بعد كده بندخل على بنود الكابلات، واول كابل فيها كابل الجهد المتوسط، وعندنا بعد كده كابلات الجهد المنخفض مالتي كور وسنجل كور. بعد كده في مقطعيات، مقطعية الباسبار، وعندي التريهات، وعندي مقطعيات تانية للإرسنج واللايتنج بروتكشن سيستم، وبعد كده المخارج، وبعد كده الديفايسز والكشافات. أول حاجة أعملها إن أنا هبدأ أكريت شيتات، أعمل شيتات جديدة، وليكن أول شيت هسميه البانلز. ستادينج شيت، حول كتابته شمال يمين، واكتب هنا يساوي، واسحب تعريف البند الاولاني اللي هو بند اللوحات. هو ده، اوسع الخلية شوية كده، ظبط الكتابة واسحب 47 صف لحد ما اوصل الصف 50 مثلا. اعتقد ان انا كده جبت كل اللوحات، ولسه في لوحات تانية. في كمان لوحتين فول اس بي. كده جبت كل اللوحات، سحبت التوصيف بتاع البند، ببدأ اسحب العمودين اليمين اليونت والكوانتي وعممهم كده. كده عملت الشيت بتاع اللوحات، هضيف هنا خانة للمراجعة عندي، بحط فيها الكوانتس الري او الكيو اس بتاع البند، وابدا اقول ده الدايركت كوست، واسحبها كده عشان اعدل. 3 4 5 6 7، اخلي دي اندايركت، وهنا يبقى الدراي كوست. ونجيب من الدراي كوست نسبة البروفيت، الربح بتاعتي أو هامش الربح اللي أنا هحطه على اللوحات، وأجمع الدراي والبروفيت يديني النت برايس، وبعد كده أدخل في الديدكشن أو الاستقطاعات أو الخصومات. وده السعر اللي هقدمه للعميل في يونت برايس او الفئه بي كيو يونت برايس، وابدا بقى اعمل معادلاتي. البي كيو هتساوي الديدكشن زائد النت برايس، الديدكشن هتساوي عندنا في العمليه احنا شغالين على 8% من النت برايس، النت برايس هتساوي البروفيت زائد الدراي كوست، والبروفيت هتساوي 30% من الدراي، احنا شغالين على العملية في العملية كده، والدراي هيساوي الدايركت زائد الاندايركت، والاندايركت احنا شغالين على 15%، 15 سوري 15% في الدايركت. عمم معادلاتي دي على كل الصفوف، وابدا بقى اعرف الاسعار بتاعتي في المقايس. اجي هنا واقول ان ده سعر ام دي بي، اجيب السعر ده واطبق الاسعار بتاعتي. كده جبت كل الاسعار بتاعتي،
واقول هنا في البانل احط بند تحت للاي تي اس، لانه نفس النمط التشعيري بتاع اللوحات اللي بينطبق على اللوحات ينطبق عليه. ده مفتاح الاي تي اس، اسحبه كده واعمل هنا ورقة فتح واطبق المعادلات دي عليه واحط هنا السعر بتاع الاي تي اس، اسحبه اخد بتاع البانل ده واعمل له كوبي واسميه على البند اللي جاي التاني اللي هو كيبل تدريب ماشي. كده كبيرته، اجيب الدباجة بتاعة اللو فولتج بتاع الكابلات. اول كابل عندي كابل الميديم اللي موجود هنا هو ده، اسحبه تحت وابدا اسحبهم يمين شمال هما الاثنين يمين هما الاثنين عشان اجيب ده وابدا بعد كده اغير واجيب بقيه الكابلات اللي عندي اللي هي دي، وابدا اجيب كل الكابلات اللي موجوده عندي. كان اخر كابل 1 في 10 اللي معانا كده، ده بقى جه معانا اول. بقيه البنود دي خلاص مالهاش دعوه، الكابلات نشيلها من عندي خالص وابدا هنا اسمع دول واسمع بقيه البنود اللي عندي. كده جبت الديسكريبشن وجبت الوحده والكميه، ارجع للمقايسه بتاعتي تاني واجيب هنا السعر بتاع البي كيو مشيت الدراسه وهو ده، وده السعر بتاع كابلات اللوبر. جبت كل الكابلات بتاعتي، ابدا بقى عندي حاجه اسمها اللمسم، بعمل شيء جديد اسميه اخد ده قبل واعمل اعمل له رينيم واسميه اللمسم استخدم الشيت ده مع الطيار، وابدا اجيب اول بند مقطوعية عندي، البنود اللي بعدها مقطوعية لها هنطبق عليها نفس النمط التشعيري. اسحب كده عشان اجيب ال3 بنود بتوع اللايتنج برتكشن، بس الباقي كده خلاص ملوش لازمة عندي أغلفه وأبدأ آخد كل البنود دي توصيل وأسحبها. هنا هما تمام كده، أبدأ أعرف السعر بتاعي هنا في أول مقطعية، أجيب سعرها من الشيك في المقطعيات اللي بعدها برضو أجيب سعرها من الشيك تاني، أسحب كده بيت البنود وأجيب السعر الأخير بتاع اللايتنج بروتكشن سيستم. بعد كده اخد شيت جديد واسميه تريز ستادي شيت، واعرف الديباجة بتاعت التريهات واجيب ال7 بنود بتوع اللي موجودين عندي كده تمام. الباقي ده زيادة اشيله، وبرده
اسحب يمين كده اجيب الوحدة والكمية وأعرف الباقي. وأجيب الأسعار بتاعت التريهات من التريدز ستادنج شيت، وهو ده أول سعر، وأعرف الباقي منه. أدخل على اللي بعده هلاقي عندي بند المخارج، فهاجي مطلع شيت كده مسميه الأوتلت ستادنج شيت، وأعرف بميد الأوتلت واجيبها كلها من عندي كده، اشيل الزيادات اللي جت من البنود التانية كده. جبت كل الاوتلت، اكتب هنا يساوي، وابدا اجيب الاسعار بتاعت الاوتلت من عندي. ده اول سعر، واسحب بايد البيت البند. افتح شيت جديد للديفايسز اللي موجودة عندي، وسمي الديفايسز ستادنج شيت، قول يساوي، اجيب بنود الديفايسز وعرفها كلها عندي، باخد الزيادات بتاعت اللي بند كده. كل البنود جاتلي، لسه في بنود تانية مجاتش، لسه في بنود تانية بتاعت وحدة الإضاءة 13 وحدة، دي آخر واحدة. أنقل الوحدة والكمية، واجي هنا اعرف السعر، برضه اجيب السعر بتاع الشفر. انا ده تقريبا خلصت كل شتات الدراسة بتاعتي، وجاهز ان انا ابدا اعدل الدايركت في كل بند واسعار. هنبدأ بقى نشتغل على أول شيت مثلا الديفايسز، وأشوف الدايركت عندي بتقول إيه. من التوصيف بتاع البند بعرف هي إيه الدايركت. أنا عندي توريد وتركيب، يبقى هضيف عمودين هنا، عمود هسميه سبلاي، وعميد هسميه انستول. والدايركت هنا تساوي السبلاي زائد الانستول. احط سعر السبلاي، احنا كنا مدين اسعار تقريبية كده 30 60 90 30 60، الفور بوكسات 250 250 250، مفاتيح الفصل كنا عاملين لها معادلة، البرايز كنا حاطين 30 30 30 برضو 30 60 60 60 30، وكنا حاطين الكشافات كلها ب 70. يبقى انا كده حطيت سعر الانستول كله وباقي سعر السبلاي. افتح المايس اشوف الاسعار بتجمع ولا لا. بتجمع وبتوصل معايا الاسعار هنا اهي، وابدا احط سعر السبلاي من الاوفر، وهنحسه بعدين. يبقى كده البند لا فيه ويست ماتيريال ولا فيه محملات ولا فيه اي حاجه، واقف على سعر السبلاي اللي احنا خدناه قبل كده وعرفنا نجيبه من العروض بتاعته. يعني مثلا احنا كنا فاكرين ان سعر وحده الاناره ده 686، ده 886،
والأسعار موجودة عندك في الأوفر. ندخل على سعر البانلز عن طريق برضو التوصيف بتاع البند، توريد وتركيب، يبقى أنا عندي سعر سبلاي وانستول. هكتب هنا سبلاي وأكتب سوري في العمود اللي تحت، هكتب هنا سبلاي سعر التوريد وهنا انستول، والدايركت هتساوي السبلاي زائد الانستول. واحنا كنا لما فتحنا الاوفر لقينا ان السبلاي بتاع اللوحه دي تقريبا 1,051,350 جنيه، قرشين من الضريبه، يبقى هضيف عليه 14%، وتكمل بقيه الاسعار من الاوفر بتاعك وتيجي هنا عند الانستول وتقول انه كان بيساوي حاجتين، الترمينيشن بتاع اللوحه والفيكسنج بتاع اللوحه، والانستول كان بيساوي الترمينيشن زائد الفيكسنج، وانا كنت قايل ان الفيكسنج بيساوي نص الترمينيشن كنسبه تقريبيه. عمم المعادلتين دول وتعالى الترمينيشن كانت بتبقى نكمل كده، وكان الترمينيشن عندي معادلة في شوية حاجات، عدد القواطع السنجل مينيتشر والسيريل مينيتشر، عدد القواطع المولدة كيس، وعدد الكابلات اللي عليها، عدد قواطع الاير، وعدد الكابلات اللي عليها. احنا هكتب المينيتشر سيركت بريكر والسيريل مينيتشر سيركت بريكر والمولدة كيس سيركت بريكر والنمبر اوف كيبل عليه، وهنا الاير سيركت بريكر، وهنا النمبر اوف كيبل. دي كلها معادلات تقريبية بتحاكي الواقع. الترمينيشن هيبقى المعادلة بتاعته عدد القاطع المنتشر على 3، بحيث ان احنا نسويهم بالثري، زائد عدد القواطع الثري ونضرب فيه 150، زائد ونقفل الكوستة، زائد عدد الكابلات اللي على المولدة كيس، زائد عدد الكابلات اللي على الاير في 450. لو نفتكر مع بعض ان اللوحة العمومية ما كانش فيها منتشر لا سنجل ولا شرينج، المولدة كيس كان فيها 12، دخل عليهم 13 كابل، ومفيش اير ومفيش النمبر اوف كيبل على الاير وكده. يبقى احنا هنكمل الداتا بتاعتنا ان احنا نحط القواطع اللي موجودة في اللوحات، وكذلك نحط القواطع، الداتا بتاعت القواطع وسعر السبلاي. لحد دلوقتي كده خلصنا شيتين، والمقايسة بتسمع وبتجمع معايا، واصلة معايا دلوقتي 4,600,000. خلصت الديفايسز وخلصت البانلز، فاضل ان انا احط مكونات اللوحات تاني، وفاضل ان انا احط اسعار التوريد بتاعت الديفايسز اللي موجودة في الاوفر. ده كده اول فيديو في سلسلة التلخيص بتاعت التسعير، ونكمل في فيديو تاني ان شاء الله.